بعد قليل، مفجر ألغام يخاطر بحياته عندما انفجرت قنبلة مخفية. وفارس قفز يخاطر بحياته، لكن أولا سنتحدث عن عميل سري عاد من الحرب الباردة بعد أن عمل طوال 11 عاما. أسميت نفسي رجلا ميتا في إجازة. حكم على أوليغ غوردياڤسكي بالإعدام في موسكو عام 1985، وهو أحد ضباط الاستخبارات السوفيتية سابقا، واتهم بتعامله مع الغرب. كان تحت المراقبة وقد تمكن من الإفلات منها. كانت تلك أسعد لحظة في حياتي. كنت مسرورا جدا لأنني تمكنت من خداع جهاز الكي جي بي. كان أوليغ غوردياڤسكي من أكبر ضباط وكالة الاستخبارات السوفيتية الذين تجسسوا لصالح بريطانيا، زودهم بمعلومات استخبارية مهمة في أوقات حرجة. كان يخاطر بالتعرض للاعتقال يوميا طوال 11 عاما الماضية التي عمل فيها لصالح الاستخبارات البريطانية، ولو أنه اعتقل لكان عقابه رصاصة في مؤخرة رقبته. التحقت بالكي جي بي عندما كان عمري 23 عاما، أي في عام 1962. كان والدي عضوا في الكي جي بي، وكان ذلك نوعا من العرف العائلي. عين أوليغ في كوبنهاجن عام 66، وكانت مهمته تجنيد عملاء جدد للكي جي بي. كانت حياتي في كوبنهاجن رائعة، فهي مدينة مذهلة جدا. كنت أملك حسابات جارية، رافقت الأشخاص الذين جندتهم إلى أفضل المطاعم في كوبنهاجن، وكنت أسليهم ساعات كل يوم. فقيمة الضابط كانت تقاس بحجم اتصالاته وعدد المجندين الذين يعمل إياهم ويرعاهم ويرفههم ويكتب عنهم التقارير. عام 68 غزت القوات السوفيتية السابقة تشيكوسلوفاكيا. بعد أن قام أوليغ سنوات في الغرب ذهل مما رآه. نسفت كل آمالي وأحلامي، ومنذ ذلك الوقت أصبحت عدوا مباشرا للنظام. أيقن أنه يعمل لصالح نظام فاسد لا يمكن إصلاحه، والحل الوحيد يكمن في استبداله، وبدأ الخطر يحيط به. كان الحل واضحا لأوليغ، أصبح عميلا مزدوجا يعمل لصالح الكي جي بي ويتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية. كان يتدبر أمر تهريب المايكروفيلم تحت بزته ونسخ أخرى من وثائق الكي جي بي السرية، يهربها إلى شقة آمنة تشغلها الاستخبارات البريطانية. تمكن أوليغ من إيصال معلومات رائعة. فعل أوليغ هذا طوال 11 عاما، وأخبر الغرب وخصوصا الاستخبارات البريطانية بكل ما يعرفه عن الكي جي بي وعن الكريملين. لقد كانت مهمة انتحارية. كان أفضل إنجاز لأوليغ عندما عين في لندن. الحالة الأولى هي ميشيل بيتني، وهو أول ضابط من الاستخبارات البريطانية يحاكم في تاريخ الاستخبارات المضادة، والذي دام 75 عاما، أدين بتهمة التجسس وسيقضي حكما بالسجن مدته 23 سنة. كانت مغامرة كبيرة، أدرك جهاز الكي جي بي أنه تعرض للخيانة وخاف أوليغ أن يقبض عليه. شعرت بضغط هائل، لم أقوى على الاحتمال، فتراجعت صحتي. لقد عانيت الأرق وارتفاعا في ضغط الدم. رغم ظهور المشاكل قرر أوليغ إعطاء البريطانيين كل ما يملكه،
ومن ذلك هويات السوفيات العاملين هنا. أخبر الاستخبارات البريطانية بمواقع التبادل. كان أحد المراقبين يركب الدراجة، وكان الثاني امرأة لعبت دورهم تجر عربة فيها طفل. وبدلا من وجود الطفل، كانت هناك كاميرا لتصوير رجل الكي جي بي الغامض. استفادت الاستخبارات البريطانية من ذلك كثيرا، لكن وضع أوليغ أصبح حرجا. في عام 85 تلقى برقية سرية تطالبه بالعودة فورا إلى موسكو. عندما عدت إلى موسكو وجدت دلائل عدة على وجود فخ، وعلمت أنه لم يتم استدعائي لإجراء محادثات مهمة، بل للاستجواب والتحقيق معي، ومن ثم توقيفي وإعدامي. عندما تناولت الماء أصبحت شخصا مختلفا. يبدو أن الماء كان يحتوي حبة دواء طورتها الكي جي بي، غيرت تفكيري تماما. بدأت الكلام والمناقشة، وبعد دقائق بدأ الاستجواب. قالوا إنهم يملكون أدلة تؤكد أنني عميل بريطاني. اعترف، اعترف الآن. كنت عنيدا مع أنني كنت تحت تأثير الدواء، وقلت أنني لن أعترف وإن هذا ليس صحيحا. أعيد أوليغ إلى منزله في موسكو مخدرا فيما استمرت التحقيقات. أدركت أنه سوف يحكم علي، فأطلقت على نفسي اسم الرجل الميت في إجازة. ثم تذكرت وجود خطة للهرب كانت مخبأة في كتاب، وهي عبارة عن فيلم. كانت التعليمات بسيطة وسهلة، ولكن علي أن أرسل هذه الإشارة إلى الضباط البريطانيين. كان علي أن أقف في وسط موسكو وأنتظر ضابط استخبارات بريطانيا من السفارة يمر أمامي. فجأة ووسط هذا الحشد من سكان موسكو ظهر رجل إنجليزي الملامح طويل النحيل، كان يأكل لوحة شيكولاتة. كانت تلك الإشارة التي اتفقنا عليها، وهذا ما كنت بحاجة إليه. عن ذلك أنهم سيأخذونني عبر الحدود الفنلندية يوم السبت في الساعة الثانية. كان أمر التهرب من المراقبة عائدا إلي. أن أترك موسكو يوم الجمعة متجها إلى شمال لينينغراد باتجاه الحدود الفنلندية بين الغابات، وهذا ما فعلته. كنت خائفا ومتعبا ومرهقا. عندما لم تصل السيارة في الساعة الثانية شعرت بتوتر حاد. وصلوا بعد 10 دقائق وتوقف في المكان الذي كنت فيه. ثم أدار المحرك. كان صندوق السيارة ضيقا علي. عبروا أول مركز للتفتيش، ثم مركزا آخر، ثم ثالثا فرابعا فخامسا. بعد 8 ساعات من الاختباء في صندوق السيارة وصلوا إلى آخر مركز للتفتيش بين الاتحاد السوفيتي والغرب. لو أمسكوا بي وأنا في صندوق سيارة بريطانية لوضعوني في السجن ثم أعدموني. أمكنه سماع كلاب التفتيش تدور حول السيارة، كما سمع أصواتا تسأل عن الأوراق الثبوتية. كانت دقات قلب أوليغ متوترة ومرتفعة.
رأيت الأعشاب والأشجار والورود ووجوه زملاء البريطانيين. كانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي يهرب فيها ضابط كبير في الكي جي بي إلى الغرب، وهو خاضع للمراقبة والاستجواب. نقدم سباق الخيول، وهي رياضة الملوك. هل تخاطر بأن تقتل تحت قوائم الجياد من أجل 100 جنيه؟ لا شيء يوازي القفز فوق حواجز بسرعة فائقة بالنسبة إلى خيال القفز. تركب الجواد ويعدو بك، إنه إحساس رائع، إنه أشبه بقيادة سيارة سريعة. تشعر فجأة أن هذا الجواد كأن له محركا. إن مهنة خيال الحواجز من أصعب المهن في العالم، لأن صاحبها يؤديها بملء إرادته ويعلم أن هناك احتمالا قويا بأنه سيقع. كسرت رجلي ويدي 6 مرات، وكسرت 8 أضلع وفقرات في ظهري، وكذلك عظام يدي وأنفي ورزغي، كما أصيبت رئتاي. لقد نلت حصتي من الأذى. تخيل أنك ممدد على الأرض ووراءك 20 جوادا تركض بسرعة 30 ميلا وقوائمها مغلفة بالمعدن. سترفس حتما. عندما كان ديكلان وشارلي طفلين فإن كل ما أراداه هو السرعة. ما أزال أذكر أول مرة امتطيت فيها جوادا. امتطى هو جوادا اسمه تام شاد، وأنا امتطيت آخر اسمه بورغي، وكنا نتسابق. كان واضحا أنه سيصبح خيالا ماهرا، فلديه أسلوب جيد وذكي، كما أنه يخوض السباق تكتيكيا. بدا ذلك طبيعيا لي، كنت أملك جوادا بدلا من الدراجة. في الواقع كنت أستمتع بركوب الجواد كما يستمتع الأطفال بركوب السيارات. كان في 16 من العمر عندما خاضا سباقا في أيرلندا وآخر في إنجلترا وحققا نجاحا. هناك غموض كبير في خوض السباقات، كل الناس يرغبون في التعرف إليك. تقفز ويطير الهواء شعرك وتشعر بأمر غريب، ليس هناك شيء يماثل الإحساس الذي يولده سباق القفز. إن احتمال الوقوع لا يزعجنا. عمل الخيال يشبه عمل ساع البريد الذي يوزع الرسائل صيفا وشتاء. لا بد أن تمطر والرجل يوزع البريد، كما أنه لا بد أن يقع الخيال في يوم من الأيام وهو يمتطي جواده. في مايو عام 94 جاء تشارلي إلى إنجلترا ليخوض سباقا في متنزه هيدوك. تسابق هو وديكلان، ولم يكن أي منهما يعرف أن حياته على وشك أن تتغير. ما كنت لأركب هذا الجواد في آخر أكبر سباقات هذا الموسم لولا شعوري بأنه لن يخذلني. كان جراوند سريعا، كنت أركب جوادا سريعا اسمه كوكني لاد. أذكر أنني كنت آخر المنطلقين، كان ديكلان أمامي، قفز في الهواء وفجأة بدأ يسقط. عندما يشعر الخيال بأنه سيسقط يتدحرج غرائزيا عند ملامسة الأرض، ولكن ما حدث أنني فقدت وعي قبل أن أسقط، وعندما هويت على الأرض بقيت ممددا. حاول جوادي أن يتجنبه كما حاولت أنا ذلك أيضا، لكننا وقعنا فوق ديكلان. علمت أنني اصطدمت به لأنني سمعت لطمة وضربة قويتين.
اعتقدت للوهلة الأولى أنه مات. كان اصطدامي به قويا، وكان صوت الارتطام قويا أيضا. شعرت بالأسف، فأنا أعرفه وأعرف عائلته. في غرفة العمليات الجراحية تم فتح شق صغير في سطح الجمجمة كي يقوم حجم الضرر الموجود، فتشطرت العظمة التي تغطي العين إلى أجزاء صغيرة، كانت أشبه بالفسيفساء، وكان يجب إعادة تركيب جميع القطع إلى ما كانت عليه في السابق. عندما دخلت غرفة العناية الفائقة كان فيها 4 أو 5 أشخاص لم أعرفه من النظرة الأولى. تظن أنه من الطبيعي التعرف على أخيك بين 4 أو 5 أشخاص، ولكن ذلك لم يحدث. أزعجتني جدا أصوات المعدات الطبية. لم تكن عائلة ديكلان تعرف إن كان سيشفى بعيد إجراء العملية، وكان معدل بقائه حيا 50% فقط بسبب احتمال تورم الدماغ بعد 38 ساعة من الإصابة. بعد مرور 10 أيام أذهلنا شفاؤه ومغادرته المستشفى بسرعة. كان ذلك قراره، وهذا يؤكد أن ديكلان لم يتغير. شفي ديكلان سريعا بفضل الله، لكنه لم يتذكر شيئا في فترة ما قبل الحادث. أردت الاستمرار في عملي الذي لم أعد أذكر منه شيئا. كنت قد فزت بالكاس الذهبية وكاس ماكسون الذهبية وكاس بطولة كوين ماذر تشيس وحاجز بيولا وبطولة الحواجز الأيرلندية. أعرف أنني فزت بها لكنني لا أذكرها. يا لها من خسارة. لم تعد ذاكرة ديكلان إليه، وظن أن مشاركته في السباقات قد تعيد إليه ذاكرته. كان مستعدا بعد 18 شهرا. ها هو ديكلان مورفي القريب من كابري ومن الأول شيبرت ماركت، أي إنه الآن في المرتبة الثالثة. حل ديكلان في المرتبة الأولى وسي جي اي في المرتبة الثانية. وصلت خط النهاية غير مدرك لما يجري. كان في إمكانه أن يفوز في سباق ويلز الكبير، حيث كان الحشد رائعا وكبيرا. هذا كل ما حلمت به منذ حصول الحادث. إنه أمر لا يصدق. لقد انتابني شعور جميل فعلا. كنت فخورا به وبكوني أخاه. لقد عنا الفوز له وللأسرة كلها كثيرا. بفوزي بهذا السباق شعرت كأنني تسلقت جبلا وغرست على من على قمته. رغم فوز ديكلان إلا أنه لا يتذكر ما حصل. خوفه من السقوط مرة أخرى دفعه إلى الاعتزال. يعمل ديكلان معلقا تلفزيونيا على السباقات. في مارس من عام 2000 شاهدت شارلي يفوز ببطولة سباق الحواجز مرة ثالثة. خاض هذا السباق ببراعة، وأذكر تشارلي عندما كان يمتطي جواده وهو طفل لم يتغير وما زال رائعا. أنت رائع يا تشارلي. أحسنت. شكرا.